رانيا محمد، عضوة في الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان ومحارب السرطان. 15 سنتي، هي أنا شايفاها، أنا ده رأيي، كفاية الفكرة 15 سنتي دي ممكن ناخدها، لأن الباروكة من بتتعمل من 5 ل 6 ضفايا، يعني 15 سنتي على 15 سنتي على 15 سنتي هيعملوا باروكة. أنا شايفة إن هي كفاية الفكرة إن أنا بتبرع بحاجة مني للمحارب أو مريض السرطان. فكرة قص منشز لي شعره على الهوا، أنا شايفاها مشاركة معنوية، يعني أنا الفكرة نفسها عجبتني، إني مذيعة ومشهورة، وإن هي تتخلى عن جزء من شعرها أو كده، لأ دي حاجة كويسة، دي حاجة بتشجع الناس إن أنا أساهم ولو جزء بسيط، حتى لو 15 سنتي زي ما بيقولوا. الحالة النفسية للمريض بتبيع أي حاجة، يعني كفاية، يعني ما تقوليش طفلة عندها 10 سنين وشافت شعرها واقع فتقولي لها لا ده حرام ان انت تلبسي باروكة، لا، تمام، ده هيخلي حالتها النفسية والمعنوية افضل وهيساعدها ان هي تكمل علاج. لكن طفلة ما عندهاش شعر اقول لها لا ده حرام دينيا، لا، الشعر الصناعي بيعمل التهابات في الجلد، فده انا ما اقدرش اجازف او ما اقدرش اعرض المريض لحاجة زي كده، فالشعر الصناعي افضل طبعا بكتير، الشعر الطبيعي افضل بكتير.